صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هجرية وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارة المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1443 هجرية الموافق لل.